أعوذ بالله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا هيا نشكر إلى الله الذي قد أعطانا نعما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا الفرصة المباركة إن شاء الله. ثانيا صلاة وسلاما دائمين على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثالثا قمت هنا بين يديكم لأخطب باللغة العربية بالموضوع التوحيد والإسلام، كما عرفنا أن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وخاتم المرسلين، أرسل الله ليبلغ الله رسالة الإسلام، والمبدأ الأول في الإسلام والاعتقاد بأن الله هو الخالق المعبود المستعان لا إله إلا هو، وأن شرائعه هي التي تدبر حياته للناس أجمعين. هذا مبدأ نسميه التوحيد. كانت قريش قوما يعبدون الأصنام والأوثان قبل مجيء الإسلام، واعتقدوا بأنها وسيلات تقربهم إلى الله كما ذكر في الآيات الثالثة من سورة الزمر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الاعتقاد اعتقاد باطل لا محل له في الإسلام، لأن الإسلام يعلمون التوحيد ويريدون أن نشرك به شيئا، فمن يشرك بالله فلن يغفر الله أبدا. وتوحيد الله معناه الاعتقاد بأن الله هو الخالق السماوات والأرض وما بينهما، وهو القادر الحق على تعظيم المخلوقات بنظم أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إن توحيد أساس الإسلام، ولا قيمة لأحد ادعى بأنه مسلم ومؤمن بدونه، ولذلك وجب علينا تحقيق توحيد الله وتدبيره في حياتنا اليومية لسانا وعملا. يمكن كفاني كلامي هذا عسى أن ينفعنا، واستعفيكم إن وجدتم مني الأخطاء والغلطات، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان، وأن الله لغفور رحيم. وأشكركم على اهتمامكم، انظر ما قال ولا تنظر ما قال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.